حسيت بالهنا خليني راح من غيرك كل السنين كانت جراح وحنين كل ندخل بيها من جديد يا عذاب العمر كله اهلا السلام عليكم حبيباتي شخباركم كيف دايرين كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير مع فيديو جديد ان شاء الله لا فيديو ديال هذا النهار بزاف ديال المتتابعات اللي قالوا لي اسمع عرفناه وقلتها لكم في لا فيديو اللي قبل دونك اليوم كاين ذكرى ديال الزواج ديالي اللي تبارك الله ما شاء الله دابا 11 سنه ما شاء الله دازت دغيا دغيا ودازت فرمشه عين ملي كنكونوا كنعيشوا مشاكل ونا كنعيشوا شي ضغوطات كيجيب لنا الله ما بغيناش نخرجوا من هذاك المشكل والايام كيطوالوا وشهور كيطوالوا وكل شيء ولكن ملي كنكونوا هانيين كتجيب لنا كيجيب لنا الله بانها دازت فرمشه عين وبصح الحمد لله اي مشكل عنده حل كيف ما بغى يكون اي مشكل عنده حل كيف ما اي حاجه عندها بدايه ونهايه دونك الحمد لله دازوا مشاكل دازوا ضغوطات دازوا صعوبات ولكن كي قلت لكم دائما الحمد لله الايجابيه كتغلب السلبيه كيف ما بغات تكون باش اكيد بالصبر اكيد كنفوتوا كل شيء كنديروا عين ميكا كيف ما العيالات حتى هما كيصبروا كاين شي انواع ديال الرجال حتى هما تيصبروا حتى هما كيديروا عين ميكا باش كيخليوا العلاقه ديالهم تبقى غاده في واحد الاستمراريه وضروري من المشاكل في الحياه كيف ما بغات تكون ضروري سواء كانت الحياه الزوجيه ولا العمل ولا المهم كيف ما بغات الظروف تكون ضروري كيكونوا المشاكل يعني اي حاجه غادي تدوزي من واحد الصعوبات ولكن اكيد الا صبرتي كتنالي من بعد هادشي اللي بغيت نقول لكم هنايا البنات حاجه وحده اللي نبغي نقولها ونبدا بها لا فيديو واحد الحاجه لراجلي ومن هنا غادي نقولها له قلبت بزاف على ديال العبارات اللي نعبر لك على داكشي اللي كيجول بالداخل ديالي من اتجاهك قلبت بزاف 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 وما عرفت شنو غادي نقول من غير ان اولا ما لقيتش من غير ندعي الله باش يكون عيد زواجنا اللي هو 11 سنه كيشبه تماما الاول يوم تجمعنا مع بعضياتنا فيه هادشي اللي نبغي نقول له كل عام هو زوجي وحبيبي واخي وسندي وكل شيء وهنا كيف ما كتشوفوا مشيت باش نوجد العشاء ديالنا دونك شنو درت كيف ما كيبان لكم قطعت الخضيره ديالي هي الاولى المهم بالنسبه للخضره اللي كانت عندي تما الفليفله باللوان والبريكولي وخيزو ولاريكو المهم قطعتهم كيف ما كتشوفوا كلشي خضر ما مسلوق ما والو درت لهم شويه ديال الخل شويه ديال الملحه شويه ديال الابزار شويه ديال الزعتر شويه ديال الزيت روميه وحطيتهم وهنا كيف ما كتشوفوا خديت الحوت ديال السومو اللي اولا السلمون اللي نشفته مزيان بعد ما غسلته وغيب شويه عليه لانه دغيا كيتهرس حيت كله عامر غير بالهبره غير اللحم خديته ودرت فيه شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار خديت واحد المقيله اللي درت فيها الزبده ومشيت هكذا كنقليه هو دغيا دغيا كيتقلى ودغيا دغيا كيدخل له الطياب صافي من بعد ما قليته خديت هكذا واحد شويه ديال الحامض وعصرته في هذيك الزبيده وخليته عاوتاني شويه كيطيب ومن بعد زولته دونك فهاديك الزبده اللي كتبقى لي اللي فيها داك الحامض وفيها داك المذاق ديال القلي ديال السلمون خديت هكذا شويه ديال هذيك الثومه بودغ الا بغيتي ديري الثومه عاديه ديريها الثومه بودغ وحركت داكشي ومن بعد درت لاصوص ماشي لاصوص درت القشده الطريه هي اللي درتها وشويه ديال الملحه لان لاصوص كتكون مسوسه حيت يلاه قليت داك الحوت بشويه ديال الملحه دونك هي ضروري خاصني نزيدها شويه ديال الملحه وصافي وبقيت كنحرك داكشي مع بعضياته ودرت المعدنوس
وديجا راني درت شويه الحامض كيف ما شفتوا فاش كان الصومو كيتقلى. صافي غادي نطفي عليها وغادي نخليها، ما نخليهاش حتى تعقد بزاف، لان الا خليتها حتى كتعقد بزاف مي غنبغي نسخن الحوت ديالي ما غاديش يسخن لي. دونك هنخليها خفيفه، ملي غنبغي نقدم الحوت غادي ندير داك الحوت غير من جهه واحده، ما غاديش نقلبو الجهه الاخرى، غادي نديرو في داك المقله ديال لاصوص بلونش بالحامض، غادي نديرو من التحت غير يسخن لي واحد شويه، ولاصوص اللي بقات لي غادي نخويها عليه من الفوق في طبق ديال التقديم. بالنسبه للخضره ملي خليتها بقات لي هكذا واحد شويه شربات لي داك الشرموله، في نفس الوقت راكم عارفين الزيت مع الخليط ديال الزيت مع الخل كيطيب الخضره، داكشي علاش خليتهم فيها يترقدوا. من بعد مشيت شحرتهم على عافيه مهيله، كيطيبوا في نفس الوقت في نفس الوقت كيبقاو كروستيون، كيبقاو مقرمشين ولكن هما طايبين. ومن بعد مشيت هنايا باش نقادت الطبيله ديالي، كيف ما كتشوفوا هذيك راها دره، يعني دره ديال الراس في الاحمر حيت ما عنديش ناب في الاحمر. دونك شنو مشيت درت، خديت هذيك الدره دونك ما باينش، ماشي مشكل غير نتوما اللي راكم شايفينه. احلى هاد الدره هادي. خليو لي واحد اللايك. انا كيف ما كتشوفوا المهم حتى راجلي راه ما عارف شنو هذاك الشيء. المهم المهم هو الزواق يكون داك الشيء مقادد وصافي. هنا البنات غنشارك معكم الحلوه من عند واحد السيده اللي تبارك الله ما شاء الله عليها، عندها خدمه غزاله غزاله غزاله، وعندها حتى المملاحات، كتخدم المملاحات وكتخدم لي طارت، عندها هاد لا طارت كتسطي الصراحه، جربتها على الله حيت سمعت بان عندها داكشي لي طارت وعندها المملاحات زوينين، وقلت علاش لا ما ناخذش من عندها ونشوف. دونك منين خديت من عندها داكشي ما شاء الله، عندها غزال السيده سميتها ملكه من الزغنغن الناظور، داكشي ما شاء الله عندها غزال. غنخليكم الانستغرام ديالها باش تدخلوا عندها لتحت في صندوق الوصف، لان واخا غادي الشيء الا خديته من عندها وتذوقوا داكشي غتفهموا شنو بغيت نقول لكم، لان ما شاء الله عليها عندها داكشي غزال. وهنا جا الدور باش نمشي ونقادد الوجه ديالي. دونك كيف ما كيبان لكم خديت سيسي كريم ديال جورداني اللي فنه، دائما كنشكرها لكم وكنقولها ونعاودها ودائما غنبقى نقولها. سيسي كريم كتجي على الوجه خفيفه، ما كتحسيش براسك دايره شي حاجه ثقيله في الوجه ديالك، وفي نفس الوقت كتعطي واحد الاشراقه للبشره، وتقدي انك ديريها في البرد بلا ما ديري ليكرون لانها فيها اس بي اف ديال 30. من بعد خديت هكذا واحد لا بودغ ليبر في البيض، درتها باش نفتح البلايص اللي بغيت نفتحهم، وخديت هنايا القلم اللي من عند اوريفلام ديال دوان، فيه جوج بلايص، بلاصه ديال الحجبان وبلاصه مفتوحه ديال التنقيه تحت من الحاجب. دونك كنعمر بيهم، كنعمر الحجبان ديالي بهذا القلم اللي حتى هو زوين وكيجيو طبيعيين، ما كيبانش بانك راكي دايره لهم شي حاجه، لانه ما فيهش ماشي مجهد، يعني ماشي مي كتحطيه على الزغبه ديال الحاجب كيجي بحال الا راكي زايده بزاف، لا هذا غير كيعمر البلايص، كيجي طبيعي ومزيون خفيف. ودابا غادي ندوز للجفن ديالي. سمحوا لي غادي ندوز للجفن ديالي، غناخد هكذا واحد اللون اللي غيكون مارون كلير او لا بيج، المهم على حسب لاباز اللي بغيتو ديروها فوق من العين ديالكم. دونك غادي ندوزها على العين ديالي كيف ما كتشوفوا، صوف بلاصه اللي تحت من لي سورسيل ما غاديش نقيسها حيت داك البلاصه خاصها تكون نقيه في البيض. ومن بعد غادي ناخد جوج ديال لي كولور، واحد في الكرونه، وغادي نخلط شويه بالكحل اللي قدامه، وهذاك اللون اللي فيه لي بايات اللي حتى هو كرونا فيه لي بايات غادي نحاول انني نديرو في الوسط ديال العين. دونك هنايا بعدا غنحدد الزاويه ديال العين بداك الكرونا ومخلط مع الكحل غير شويه ماشي بزاف باش نحصل على اللون اللي انا بغيت. ومن بعد ملي غادي نساليهم نحطهم ونساليهم ضروري ما غادي ناخذ واحد البانسو اللي غيكون نقي اللي غادي نحاول نخلطهم ندمجهم مع بعضياتهم بحال هكا، حيت ضروري خصهم يدمجهم باش ما يبانوش داكشي غير مقبوط ومحطوط تما. وكذلك غادي ناخذ هذاك اللون اللي خدمت به الاولاني المارون كلير وغادي نحطه من فوق من هذاك اللون باش ما يبانش بانه عاوتاني منزل تما وصافي. وغناخذ واحد البانسو اللي غيكون مسطح وغادي ناخذه ونحطه نديرو داك اللون اللي فيه لي بايات، غادي نحط به من فوق ديريكت من العين ديالي.
يعني الجاف اللي كيكون متحرك في هذيك البلاصه اللي كتشوفوها دابا، باش يجي كل حاجه شاده بليستها. ودائما من كل من مر كل لون حطيناه فوق من العين ديالنا ضروري من الدمج، باش ما كيبانش داكشي عوج، دونك كيبان داكشي غادي ونقيقي ومستف، وكيكون شي لون داخل في لون باش ما كيبانش فين كاين نهايه داك اللون. نتمنى تكونوا فهمتوني. صافي هنايا كيف ما غايبان لكم، من بعد ما دمجت الالوان مع بعضياتها غادي نحاول انني نحدد الزاويه ديال العين، باش منين غادي نحددها غادي ناخد هكا واحد الاي لاينر اللي غادي ندوزها من داك البلاصه وتجي يجي داك الخط غادي هو هذاك، يعني ما يجيش الخط عوج ولا شي حاجه، يعني كيجي الخط كيف ما هاد العين كيف ما هاد العين. كنحدد اول حاجه الزاويه ديال العين، ومن بعد عاد كندخل القلب ديال العين وكنقادها. دائما كنبدا من الزاويه الخارجيه هي اللي كنبدا بها، عاد كندخل الداخلاني حتى كنشد القياس، لان شحال من وحده كدير مكياج وكتجي التالي ملي كتجي تحط الاي لاينر كيضيع لها المكياج كامل، كتصدق ماسحه كلشي باش تعاود عاوتاني. نفس الالوان اللي خدمت فيهم اللي خدمت بهم فوق من العين ديالي غادي نخدم بهم تحت من العين ديالي، باش نعطي واحد الرابيل لتحت. واكيد غادي ناخد واحد اللوين اللي حتى هو غيكون مفتوح فيه لي بايت، اللي غادي نحطو في الزاويه الداخليه ديال العين باش تكون فيها واحد اللمعه اللي هي زوينه. اكيد ما خصناش نساو اللمعه اللي كتكون في الزاويه الداخليه ديال العين، حيت كتعطيها واحد النظره اللي هي مزوينه وواسعه. وهنايا غادي ناخذ هذا البرونزر هذا اللي كنت خديته حتى هو من عند اوريفلام، اللي صراحه هو مزيون بزاف بزاف بزاف. غادي نستعملو في البلايص اللي بغيت دائما نخبعهم، يعني دائما البرونزور كنحطو في البلايص اللي بغيت نخبعهم اولا نحفهم، ودائما الهايلايت كنحطو في البلاصه اللي بغيت نبينها ونبرزها. دونك هنايا كيف ما كتشوفوا غنحاول انني نطلع الحنك ديالي الفوق، وجيا ديال لو مونطون حنحاول انني ندير تما حفره ديال الزين. وكذلك بالنسبه للانف غنقسمو على جوج، وغادي نحتو من الجناب، وغادي ناخد الهايلايت النيت اللي من عند اوريفلام، غزال 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 يا البنات، واعر زوين بزاف، راكم ديجا شفتوه معايا وغادي نوريه لكم عاوتاني. حتى دابا انا غير كنحدد بداك لابودغ بلون لابودغ ليبغ في البيض وصافي. هنا غادي ناخد الماسكارا من عند جيورداني اللي حتى هي صراحه مزيونه، لاول مره كنجربها هاد الماسكارا الكحله، مولفه كناخد دوان من عندهم النيت، ولكن قلت علاش لما ناخدش هاد الماسكارا، كانت رخيصه وخديتها ولكن الحمد لله صدقات مزيونه بزاف. دونك واش نقدر ناخدها اولا لما نعاودش ناخدها؟ لا غادي ناخدها حيت صدقات زوينه. هنايا طليت ماشي مشكل، من بعد غادي نمسح كلشي. المهم هنا كنحاول انني نطلع الشفران ديالي وعاود التحاسه حتى هما نقادهم، ما نخليهمش هكذوك هكذاك هكذوك هكذاك. صافي وهنا ها هو الهايلايت اللي قلت لكم غزال غزال غزال، وغادي نديرو في البلاصه اللي بغيت نبرزها هنايا من فوق من الحناك ديالي، فوق من النيف ديالي، فوق من الفم ديالي، وفي المونطون ديالي. هادو هما البلايص اللي بغيت انني نبينهم. دونك غنحاول انني ندمج داكشي كيف ما كيبان لكم، ومن بعد غادي ناخد الفراجو ديال جيورداني اللي فيه داك الكويورات الاولى كيعيطوا له الحبيبات، اللي الصراحه حتى هو غزال مزيون، فيه لي كولور مزيونين، وفيه كنظن ثلاثه ديال لي كولور. انا عندي هاد لي كولور اللي تشوفوهم معايا دابا اللي هو هذا، كاين اللي فيهم الوانات ماشي المشماش، كاين اللي فيهم الوانات الغوز، كاين اللي فيهم داك البيج البيج والمارون. دونك انا عندي هذا اللي فيه المارون والغوز، هو اللي غادي نديرو دابا، وغادي نسخن به البشره ديالي من الفوق، من الجبهه ديالي والحناك ديالي والتحت من لو مونطون ديالي. وهنايا نفس هذاك البرونزور اللي في نفس الوقت هو هايلايت غادي نقاد به الفم ديالي، ومن بعد غناخد هاد لا كولور اللي جايه نيود وغادي نحطها، بما ان المكياج عندي شارجي شويه دونك فمي ما غاديش نزيد نشارجيه اكثر من القياس. وهذه هي النتيجة النهائية.
الذكرى ديال الزواج كنتسناوه كل عام باش نحتفلوا به وباش نجددوا داك الحب اللي بيناتنا. كنتذكروا كل لحظه عشناها مع بعضياتنا، وكنتذكروا اللحظه اللي قررنا ناسسوا فيها هاد العائله السعيده اللي مبنيه على الحب والاحترام والاستقرار. اكيد كل مره كنحتفلوا مع بعض وكنكسروا الروتين اليومي بعشاء رومانسي، بخريجه، بسفر، ولكن كيبقى الذكرى ديال عيد الزواج مناسبة استثنائية، لأن في هذا اليوم بالضبط أو لا بالذات صرنا عائلة وحدة اللي كيجمعنا ميثاق واحد إلى النهاية ديال العمر. العلاقة الزوجية البنات كيوقع فيها واحد النفور مع مرور من الزمن، حيت كتكون كثرت الضغوطات ديال العمل، ديال الحياة، الترابي، الدراري، وزيد وزيد. كتحول هاد العلاقة بين الزوجين لواحد الروتين يومي، كتنقصوا بزاف ديال المشاعر الدافئة اللي كانت مسيطرة على الحياة الزوجية في يمنا الأولى. يعني قبل كنكونوا غير جوج أنسامبل، كنكونوا مازال الماندا كافيانا، مازال قادين أننا نعيشوا، مازال غادين مع الوقت هو هذاك، مازال إلا بغينا نفرحوا كنفرحوا بجوج، مازال إلا بغينا ننشطوا كنشطوا بجوج، ما كاينش شكون اللي يدلنا المشاكل هذه. ولكن من بعد ملي كنديروا وليدات، دونك المراه كتشغل مع وليداتها، سورتو الا كانت خدامه عاود في الزنقه، عندها خدمه في الزنقه وفي الدار. الراجل كذلك كيبداو كيكبروا عليه المسؤوليات، خاصني جيب المنطقه، ما كتبقاش كتقد. مهم كنوليو كنفكروا في بزاف ديال الحاجات اللي مهم كتخلينا اننا دائما نفكروا في داك الشيء اللي كنديروه يوميا. يعني كيولي عندنا واحد النفور في العلاقه ديالنا مع بعضياتنا. بزاف ديال العيالات كيتشكاو من اختلاف معاملات الرجاله، المعامله ديال رجالاتهم من بعد اعوام ديال الزواج، وحتى الكلام اللي كيعبر على الحب ما بقاش بيناتهم، وكيرجع عيب اولا حشومه يقولوا لبعضياتهم داك الكلام الزوين. شنو هو الحل اللي غادي نرجعوا داك العلاقه وداك الحنين وداك الحب؟ كيفاش غادي نديرو؟ اولا شنو خاصنا نديرو؟ خاص تقييم العلاقه، نشوفو شنو هو السبب تراجع هاد العلاقه، شنو المشكل اللي عندي انا وشنو المشكل اللي عند الزوج ديالي. كلنا نحطو النقط على الحروف كيف ما كنقولو، ونشوفو شكون اللي منو المشكل وعلاش هاد الشيء كاين. حنا ما غنبقاوش عايشين حياتنا كامله بارده، امبوسيبل. خصنا ضروري نعيشوها ونعيشو كل لحظه فيها بكل حب. اذا خصنا نشوفو مناش هاد السبب، شنو هو هاد السبب. ثاني حاجه نغيرو بعض العادات، نغيرو بعض التصرفات ديالنا. المراه ما خصهاش تبقى تعاتب راجلها على كل غلطه، والراجل ما خصوش يعاتب مرته على كل غلطه. احنا كاملين كنغلطوا، سواء كان رجاله او لا كانوا عيالات، كل شيء كيغلط.
اللي ما دارهاش صغيرة كيديرها كبيرة، واللي ما دارهاش كبيرة كيديرها صغيرة. ولكن المهم هو أن الواحد ما يوليش يكرر داك الغلط وما يكونش كيديرو اكسبري. ثالث حاجة، نحاولو داكشي ديال شحال هادي نستخدموه ونرجعوه باش نشعلو داك الحب من جديد. داك الكلام اللي كنا كنقولوه شحال هادي وكان ديال الحبان نرجعوه نبداو جديد، حيت حنا هنايا مزوجين، حيت بيناتنا حب وعشرة، وبيناتنا عواطف، بيناتنا احاسيس. انت ماشي براني عليا وانا ماشي براني عليك، يعني ماشي عيب وماشي حشومة. رابع حاجة وهي اهم حاجة، لغة الحوار، نتناقشوا في العديد من القضايا. اللي عنده شي حاجة يحطها في الوسط، لان السكات ما كيزيد غير الروتين اليومي والكسر في العلاقة الزوجية. خامس حاجة اللي هي الكسر ديال الروتين اليومي، ديجا هضرت عليه، يعني ما بقاوش داينها غير في الحاجة اللي ديال يوميا اللي كتزيد تهرس العلاقة ديالنا. لا، كل مرة نحاول نجددو العلاقة ديالنا بأبسط الأشياء، ولو حتى بواحد العبارة نكتبها ونحطها على باب ديال الثلاجة، ولو حتى بواحد رسالة نصية في الواتساب او لا في الاماس الاس بار اس ام اس، او لا بزاف ديال الحاجات كاينين. سادس حاجه، نخططوا لشهر عسل جديد، نسافروا، نخرجوا، ندير عشاء رومانسي. كاينين بزاف ديال الحاجات كاينين كنديروهم في شهر العسل، نديروهم عاوتاني نبداو جديد. والعمر ما عمره ما كيشرف، ما حدنا عايشين ما عمرنا نقولوا شرفنا، ما حد قلبنا كيضرب ما عمرنا نقولوا راحنا شارفين. وانا ضد الفكره ديال شي وحده او لا شي واحد اللي يقول كبرنا على هذا الشيء، حيت ما عمر شي حاجه كتكبر علينا او لا حنا كنكبروا عليها. واش الحب حرام؟ واش الحب عنده واحد العمر كنعيشوه صافي وعنده فينا كيتسالى؟ لا، بالعكس، ربي كيقول وجعلنا بينكم موده ورحمه في القرآن الكريم. سابع حاجة، إياكم تقاطعوا الهضرة بعضياتكم، إياكم تمشي وتبعدوا على بعضياتكم وتنفروا بعضياتكم. عمركم تقطعوا الهضرة مع رجالاتكم وخا يوقع شنو ما بغى يوقع. وحاجة واحدة أخرى، عمر المرأة تخرج من بيت النعاس وعمر الراجل يخرج من بيت النعاس، لأنك تعلموا لبعضياتكم العداوة، وهذا شيء ماشي في صالح العلاقة الزوجية وماشي صالح داك الترابط وليداتكم. اخر حاجه اللي غادي نقدر نقولها لكم من هاد لا فيديو هادي، اللي هي لا بالنسبه للراجل او لا بالنسبه للمراه، حاجه وحده اللي خاصكم دائما تكون قدام عينيكم، اللي هي العفويه والتلقائيه.
راه العفويه والتلقائيه ما كايناش غير ما بيني وما بين شي حد براني، ولا بيني وبين الجمهور ديالي باش نكون محبوبه عنده. لا، العفويه والتلقائيه كتكون حتى ما بين الزوجين، والعوده لروح الطفوله. دائما نكون خفيفه الظل، دائما ماشي نبقى غير نشكي ونبكي ومريضه وعيانه وما قداش وهادشي كبرنا عليه وحشومه وعيب لا، دائما نرجع لروح الطفوله، نلعب نجري نخرج نقز نشطح. اكيد هادشي مع راجلك كنقول لك ديريه. دائما القيام بداك الشيء المارح المثير اللي كيجعل الواحد القلب ديالو يكون كيطير بالفرحه، اللي كيكون مثير للاهتمام والمغامره. حتى هي نغامر مع راجلي، ندير معاه بزاف ديال الحوايج بحال اللي راني مازال عاد اول مره تلاقيته. دائما عطيو لنفسكم واحد الفرصه لاستعاده روح الطفوله والمرح، ورجعوا الذكريات، حيت هادشي كيكسر رتابه الحياه الزوجيه. وكونوا الاحلام ديالكم تكون مشتركه، فكروا في هدف واحد وحلم واحد اللي تحققوه في سنوات القادمه، وكل واحد يتهلا في داكشي اللي عطاه الله. نتينا تهلاي في راجلك وراجلك يتهلا فيك، راه ما عندكم من غير بعضياتكم غير نتوما. شاركت معاكم احسن نهار في حياتي، حيت حتى نتوما احسن حاجه في حياتي. شكرا للتتبع ديالكم، شكرا على لايك ديالكم. تلقاو في فيديو جاي ان شاء الله. خليك ليلي يا سالي ونطير معك الى ليلي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. خليك ليلي يا سالي ونطير معك الى ليلي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. وانا شيريها